طيب، زي ما ذكرنا الاستئناف الكورس Introduction to Machine Learning، خلصنا أول 3 دروس، تمام، أول 4 دروس. الآن نيجي عند ال Underfitting وال Overfitting. شفنا في هاي الدروس كيف إنه إحنا نبني Machine Learning Model، إيش هي الخطوات باختصار، إنه إحنا نعرف ال X وال Y وال Algorithm، وحكينا انه انا لازم اقسم البيانات. انا عندي جزء للترين وجزء للتست، تمام. وشفنا كيف انه احنا نختبر نعمل تقييم للماشين ليرنينج موديل، وحكينا انه اذا كان البروبلم هذه ريجريشن فايش بتكون، بستخدم المتريك مين ابسوليوت ايرور، واذا كان كلاسيفيكيشن بستخدم اكيورسي، تمام. نيجي الان للاندر فيتنج والاوفر فيتنج. طيب الآن في decision tree تبعتي، ممكن إنه تكون أنا ال tree فيها تفاصيل أكثر من مستوى بهذا الشكل، تمام، وممكن إنه هي تكون بس من مستوى واحد، أو ممكن تكون 4 5 مستويات. هجيت إيش تأثير هذا الموضوع على الموديل تبعي، إنه تكون الشجرة صغيرة أو تكون الشجرة كبيرة. إحنا حكينا إنه في الإيفالويشن إحنا إيش المفروض، إنه إحنا نوجد أفضل شجرة بتجيب لي اقل ايرور، تمام. الان احنا لو حكينا انه لو احنا زودنا حجم الشجره حيصير انا عندي الموديل في اقل ايرور، هل هذا الكلام انه احنا صح انه احنا نكبر الشجره كتير كبير؟ ليش؟ شو السبب؟ لا، بتصير زي كأنه الشجرة هذه مفصلة على الداتا ست هذه تحديدا، تمام. هاي الإشكالية هي، أي نعم صحيح إنه كل ما أنا كبرت الشجرة أكثر بزيد تفاصيل أكثر، فبالتالي بقل الإيرور، ولكن هذا ممكن يسبب إنه زي كأنه التري هذه بتصير مفصلة على الداتا ست هذه، بتصير زي كأنه حافظ مش فاهم. ماشين ليرنينج ألجوريثم بصير إنه هو مش متعلم نمط، حافظ examples، وبصير انه بقول لي كل ما يجي الاكزامبل هذا بيطلع كذا، فبالتالي في التست الحقيقي بيكون انه هو بيفشل. فهي اللي بدنا نستوعب. طيب شفنا تاثير انه الشجره صحيح بالضبط، فبالتالي انه هي حافظه الداتا سيت هذه بس بيجيب عليها يعني سكورة كتير كويس، ولكن داتا ست لو اختلفت بتصير انا عندي فيها اشكالية. طيب شفنا تأثير انه تكون الشجرة كبيرة، التأثير تبعه انه صحيح الايرور بيقل، ولكن انه احنا ممكن ندخل في منطقة انه الشجرة بتكون مفصلة على الداتا ست. طب لو كان اقل، لو كان صغرنا الشجرة اكتر من المعقول، كتير ايرور بسبب ايش؟ انه الشجره مش قادره تستوعب، مش قادره تتعلم، تمام. فانا عندي هذول المنطقتين انه تو اكستريمز بهذا الشكل. يبقى انا عندي هنا لو رسمنا التري ديبث، انا عندي في الاكس اكسس والواي اللي هو عباره عن المين افريج ايرور، تمام. احنا اتفقنا انه احنا نقسم البيانات لترينينج وفاليديشن، تمام. الايرور بلاقيه انه بيقل على الترينينج كل ما كبرت حجم الشجره، لانه هو فعليا بيبدا انه هو يعمل ميمورايز لهذا الاكزامبل بدل ما انه هو يفهم نمط الاكزامبلز، وهذا بدخلني لمنطقه الاوفر فيتنج، تمام. اما في البدايه لما كان الشجره كتير صغيره، الدبث تبعها كتير صغير، بتكون انه الشجره هذه فعلا مش قادره تعمل كابتشر للباترن او تقدر تتعلم الباترن هذا الموجود، فبالتالي الايرور بيكون عالي، وهذه المنطقه انا بسميها اندر فيتنج. احنا الهدف تبعنا انه بدنا نوجد منطقه في النص، تمام، انه يكون الايرور فيها اقل ما يمكن، بس مش وين، مش الايرور تبع التريننج، تبع التست اللي احنا اتفقنا انه احنا بدنا نقسم البيانات من الاساس. فبالتالي الايرور تبع التست في منطقه الاندر فيتنج بيكون عالي، بيبدأ يقل 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 عند منطقة معينة، برجع يعلى ثاني. يفترض انه انا اتوقف او اختار حجم الشجرة في المنطقة هذه، تمام؟ طيب
هذه الشغلة كيف بدنا نسويها؟ نعمل باراميتر استيميشن او تونينج للباراميتر. يعني على سبيل المثال انا في عندي هنا في الراندوم تري ريجريسور في واحد من الباراميترز اللي هو الماكس ليف نود، وعشان نعرف ايش هو بدي ارجع للدوكيومنتيشن. دوكيومنتيشن راح اوز، يعني راح الاقي انه هو بيشرح لي كل البارامترز هاي، الكريتيريون، السبليتر، الماكس ديبث، المين سامبل سبليت، المين، احنا ايش اسم البارامتر؟ ماكس ليف نودز. هاي grow a tree with max leaf node in a best fashion. Best nodes are defined as relative reduction in impurity. تمام؟ شو معنى هذا الكلام؟ نرجع للشجرة هنا. النودز اللي بتكون أنا عندي في آخر مستوى في الشجرة هي اللي بسميها الليف نود. تمام؟ فالليف نود ممكن أنا أخليها هو باي ديفولت إيش محطوط هذا الباراميتر. نعم، if none unlimited number of leaf nodes. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه الليف نودز هذه عباره عن تفريعات للبرايس. انه انا عندي هنا سعر البيت 233,000، هنا 170,000. لو انا كان عندي unlimited معنى ذلك انه انا ممكن يكون في عندي هنا من النود هذه اربع خمس تفريعات او سبع تفريعات، لانه هو ممكن يفرع بشكل unlimited، وهنا كذلك سبعه ثمانيه. الآن في أنا عندي باراميتر ممكن أحد هذا الليف نود بهدف إنه أنا أبسط الشجرة. تمام؟ أي نعم حيزيد أنا عندي الإيرور، لأنه لما يكون في أنا عندي تفصيل كتير بجيب لي إنه يعني بقرب لي على أقرب سعر قدر الإمكان. تمام؟ بس بيؤدي لإيش؟ للأوفر فيتنج. فعشان هيك إنه أنا بدي أحد هاي الشغلة، أي نعم حيطلع عندي بعض الإيرور، بس لقدام لما اجرب على تيست اكزامبل بيكون الايرور انا عندي اقل، بدخلش في منطقه الاوفر فيتنج. فهنا في عندنا خيار انه هاي انه ايش نسوي فيها، انه احنا نحطها نسيبها زي ما هي نان. تمام؟ فبالتالي بيكون انليميتد، او في مجال انه احنا نتحكم فيها، مره نجرب سبعه، مره ثلاثه، مره اثنين، مره خمسه، ونشوف ايش بيطلع معي. بدي اجرب عده ارقام وبختار الافضل، هذا هو التونينج. زي انا بدي اجي اعاير الراديو على محطه معينه، تمام؟ فباجي انه بعاير بزود شويه، تمام؟ التونر بقلل شويه لغايه لما اصل لاوضح فريكونسي. اكيد طبعا، اكيد. لا، على حسب نوع الباراميتر، يعني نوع الباراميتر هنا على سبيل المثال في عنا باراميتر هنا اسمه number of estimators. هذا ايش اسمه الكلاس؟ decision tree. عفوا، هذا decision tree. يعني انا على سبيل المثال هذا الكريتيريون انا عندي ثلاث خيارات، هاي بكون حاطط لي اياها في ست زي هيك، اللي هو MSE mean standard mean squared error. تمام؟ وفي انا عندي فريدمان ام اس اي، وفي عندي ام اي اي مين ابسوليوت ايرور، بيحكي لي ان الديفولت كذا. فبالتالي ما دام الخيارات محدوده ايش بروح بجرب؟ كل مره بروح بجرب كريتيريون معين، واحده من هدول بتكون انا عندي محصوره.
تمام؟ لانه هذه الكريتيريون اللي هو بستخدمها في السبلت انا عندي في الديسيجن تري. تمام؟ في انا عندي هنا السبلتر، في عندي خيار راندوم وفي عندي البيست. الراندوم بيختار اي عمود بشكل عشوائي، ممكن لو انا بدي ابني شجره هيك اي كلام، فبروح بحكي له اختار لي اي عمود عشوائي، وممكن احكي له لا انا بدي افضل عمود البيست. تمام؟ هنا الماكس ديبث اللي هو الماكسيموم ديبث اوف تري، فبالتالي اذا كان نون معنى ذلك انه حيضله يعمل اكسباند لغايه لما يصل لاخر شيء. او في خيار انه انا احدد، فبالتالي المنطق تبع الماكس ديبث تري بدي ارجع هنا انه ايش المستويات اللي ممكن تكون موجوده انا عندي في الشجره؟ مستوى، مستويين، ثلاثه، اربعه. برضه بيعتمد على عدد الاتريبيوتس، لو انا عندي مثلا عشرات الاتريبيوتس ممكن اقول انه والله ممكن يكون في عندي سبعة ثمان مستويات، ولكن لو انا عندي اصلا كل الاتريبيوتس كلهم على بعضهم خمس اتريبيوتس ما تتجاوز المستوى ثلاثه، فبالتالي انه بقدر احدده على هذا الاساس، فبجرب واحد اثنين ثلاثه زي هيك. حنرسم، حنعمل البارامتر وحنرسم الايرور، حنلاقيه نفس، حيطلع لنا نفس الرسمه هاي. اجيت حنرسم الايرور. تمام؟ طيب يبقى البارامتر اللي بدنا نعمل له تونينج معايره هو الماكس ليف نود، وهنا اخترنا بارامتر واحد. هل في بارامتر ثانيه ممكن اعايرها؟ برضه موجود، بعايرها بنفس الطريقه، بس احنا هنا بنشرع على مثال واحد. ايش هنا عامل لي؟ عامل لي داله اسمها get ام اي اي، ام اي اي او العكس ام اي اي، مين ابسوليوت ايرور. ايش بدي له؟ هذا البارامتر اللي انا بدي اعايره، وبدي له التريننج داتا والفاليديشن. تمام؟ جوات هذه الداله ايش بسوي؟ عشان انه بتساعدني خلص بروح بستدعيها كل مره، بضل ما اضلني اعيد اكتب الكود، بروح بعمل decision tree regressor. تمام؟ بعطي له الماكس ليف نود اللي انا مررتها هنا، هيو في هذه الداله. تمام؟ وبدي له random state، احنا عرفنا ليش الراندوم ستيت حكينا سابقا. بعمل fit للموديل، بعمل predict، بحسب الايرور وبروح برجعه. تمام؟ الان رحت انا عملت الرينجز تبعت الماكس ليف نود، مره بجرب 5 500 5000، حددت الرينج اللي هو الليف نود، انه هنا التفريعات اللي بتكون في المستوى الاخير، بدي 5، بدي 50، بدي 100، 500، 5000، بجرب ارقام مختلفه، وممكن اعمل تونينج في رينج، يعني بكرر التجربه. فالان ايش طلع معي الايرور؟ ما نحن حكينا انه الماكس ليف الليف نود اللي هو النمبر اوف ليف نود اللي هي عباره عن عدد النودز اللي موجوده في اخر مستوى. في اخر مستوى قديش ممكن انه اعمل؟ ممكن انه انا عندي اقل حاجه انه هي تكون اثنين، مستحيل يكون واحد، اقل حاجه اثنين، ببدا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لغاية الانليمتد، أو ممكن حتى أعمل لغاية الألف أو الخمسة آلاف. فهو إيش مجرب؟ رينج صغير. تمام؟ هيو 5 50 500 5000. تمام؟ وعمل فور لوب على هذا الكلام، وكل مرة استدعى الدالة هذه وحسب الإيرور، طلع عند الخمسة قال لي إنه الإيرور 347,000، عند ال 500 عند ال 50 258 نزل، بعديها 243 نزل، بعديها رجع طلع ثاني، فبالتالي طلعنا بنفس الرسمه. طيب رجينا انه عند المنطقه 500 هي اقل ايرور، ايش بروح بجرب؟ بروح بجرب كمان مره، بجرب 100 200 300 400 500 لغايه ال 1000، بفصل هذه الرسمه اكثر. فعشان هيك اول تجربه بختار الرينج كبير شويه، واسع شويه، وبعديها بعمل رينج صغير جوا. بالضبط. بقل، نرجع للرسمه الثانيه، بقل وين؟ على التريننج.
بس على يعني ليش بحكي لي على التريننج؟ بصير انه حافظ الداتا سيت تبعت التريننج حفظ، بس تعال نفت بالضبط في الفاليديشن النمط تبعها انه بقل وبرجع بزيد. تمام؟ فاحنا بدنا انه نجيب هذه المنطقه زي ما حكينا، نجرب باراميترز مختلفه واقول انه الباراميتر اللي بجيب لي اقل ايرور هو كذا. طب برجع بفصل فيه، بروح بعمل كمان تجربه وبعمل الرينج دقيق اكثر وممكن انه اجيب. تمام؟ فالاكسرسايز حيكون انه الكونكلوجن انه الاوفر فيتنج والاندر فيتنج انه عرفنا ايش هما. تمام؟ اوفر فيتنج بتصير انه الموديل مفصل على الداتا سيت حافظ الاكزامبلز حفظ مش متعلمها، مش متعلم النمط تبعها. اندر فيتنج ما عندوش الامكانيه انه يتعلم بالضبط من هذه الاكزامبلز. ليش؟ لانه الموديل تبعه كثير صغير، فبالتالي احنا بدنا شغله وسط وممكن نعمل تونينج للباراميتر. فالان مطلوب منكم في هذا الاكسرسايز انه برضه نفس الفكره انه توجدوا ايش هو البيست باراميتر، وبالتالي الاكسرسايز هو تطبيق لهذا الكلام. اوكي خلينا نحل الاكسرسايز. طبعا هو محضر لي البيانات تمام، ومحضر لي الواي ومحضر لي الاكس ومحضر لي الموديل، مريحني من الجزئيه هذه، بحكي لي انه خلاص انت تجاوزت هذه المرحله. تمام؟ بس ايش عمل؟ عمل انه على كل الداتا سيت عفوا يعني هنا عمل انه الايرور بدون تونينج للباراميتر، يفترض انه هو يطبع لي اياه قديش. تمام؟ فهي ران للسيت اب وطلع انا عندي الايرور 29000. تمام؟ بالمناسبه داله الفورمات هنا عشان يحط لي يصير الرقم انا عندي ريدابل يعني سهل القراءه، انه 29000 لو كان بدون الفاصله هذه بدي اضلني هيك ادقق بعيني كثير لغايه لما انشا اسمه. فبالتالي هنا بحكي له انه انا بدي احط انه هذه زي داله الفورمات اللي احنا اخذناها، وبعد انه هذا الفاليو انا بدي احط الفاصله العشريه. تمام؟ وبدي انه هذا عباره عن floating number. تمام؟ الان هذه اليوتيليتي فانكشن اللي حترجع لي الباراميتر هذا، لاحظوا انه استخدم نفس اسماء الباراميتر اللي في الداتا سيت هنا. تمام؟ عشان ما يضطرش انه هو يمرره. لو اسماء مختلفة ساعتها بده انا امررهم ثاني، يا اما بعيد كتابتهم مرة ثانية. تمام؟ وهنا عندي الماكس ليف نود. بعمل فيت، بعمل بريدكت، بحسب الايرور، برجع. تمام؟ الان بستدعي هذه الدالة، انا عندي للرينج اللي هو حدده 5 25 50 100 وبدي اجيب البيست. تمام؟ فبلاقي انه هاي اللوب تشتغل معايا، انه لما كانت التري سايز 100 كان الايرور انا عندي 27000. اوكي انا عندي البرنت هذه ستيتمنت انه انا ما كنتش حاططها، ممكن انا احط انه انا عندي ال الماكس ليف نود اوف الاي والمين ابسوليوت ايرور في كل لفه. فبالتالي هنا بيجيب لي عند ال 25 كان الايرور 29، عند ال 50 27 ال 100. تمام؟ او ممكن اخذ نفس البرنت ستيتمنت هاي وانه احطها، خليني اخذها. نحط max leaf node بتساوي قيمة، بعديها هنا المين ابسوليوت ايرور، وهنا باخذ القيمة هاي والقيمة هاي.
هيك لما كان الماكس ليف نود 25 كانت انه هاي الايرور هنا 29 27 27 27 29. وبالتالي انا عندي ال 27 اقل وحده فيهم اللي هي ال 200 اللي كانت عند ال 100. تمام؟ انا في عندي امكانيه انه انا ايش اسوي؟ انه انا بدي اجيب البيست 3 سايز انه انا اجيبه بشكل اوتوماتيك بدل ما انا اكتبه كتابه بهذا الشكل باستخدام الكود. كيف اسوي؟ بروح بعرف انه البيست اندكس بتساوي 0 وبروح بقارن اذا هذا كان اقل من المينيموم بعتبره انه هو المينيموم وبعمل سيت للاندكس هو الاي، فبالتالي بحكي انه هنا البيست 3 سايز بتساوي هذا الكلام. او ممكن انا ايش اسوي؟ بدي اسوي الشغلتين هدول في نفس الكود، انه انا عندي هنا الريزلتس بدي اعرفها هنا في ديكشنري بهذا الشكل. تمام؟ وهنا ايش بدي اسوي كل مره؟ بروح بضيف انه الريزلتس الماكس ليف نود اوف الاي بتساوي الايرور زي هيك. تمام؟ وفي انا عندي امكانيه انه في الدكشنري اجيب الكي تبع المينيموم فاليو. كيف؟ بحكي هنا انه البيست 3 سايز وهنا بستدعي من للريزلتس وبتمرر باراميتر تاني على دالة المن اللي هي الكي بتساوي results.get دي دالة في ديكشنري get، فبالتالي بدي اجيب الكي تبع البيست فاليو. تمام؟ فبشغل ايوه البيست 3 سايز جاب لي اياه 100. تمام؟ ايوه عشان يوزنج ديكشنري. اوكي؟ فهاي سهله جدا بدل ما اعمل يعني بس مجرد انه انا بعرف ديكشنري. تمام؟ وبضيف الانتري كل مره زي هيك. انا عندي الكي هو عباره عن الماكس ليف نود اللي هو مره بيكون 5، عند ال 5 كان الايرور هالقد، عند ال 25 كان الايرور هالقد وهكذا. تمام؟ وبجيب الكي اللي له اقل فاليو في الايرور باستخدام هذه الستيتمنت. اوكي؟ طيب الان بروح بعيد التجربه هذه باستخدام الديكشنري. خلاص ساعتها بدي اصير بدي احذف هذه النود. نيجي انه نخلص الاكسرسايز. هنا بقول لك انه الفاينل موديل بروح بعرف ديسيجن تري ريجريسور وبدي له الماكس ليف نود اللي هي عباره عن البيست تري سايز اللي جبتها اوتوماتيك من السيل اللي قبليها وبحط له راندوم ستيت بتساوي 0 عشان التصحيح وبعمل فيت على الكل داتا على كل الداتا. شو السبب؟ طبعا هذه الشغله حتلاقوها بشكل متكرر في الاكسرسايزز او في الماشين ليرنينج كوميونتي، انه انا بعد ما اعمل بعد ما اعمل تونينج للباراميترز وبعد ما اعمل ايفالويت للموديل ساعتها بدي استغل كل البيانات في بناء الموديل، فبروح ببني موديل على كل الداتا سيت. هذه الشغله بقدر اسويها بس بعد ما اعمل تونينج وبعد ما اعمل فاليديشن على جزء من الداتا سيت، ساعتها بروح ببني موديل على كل الداتا سيت. واضحه ولا؟ يبقى الاسلوب انا عندي ببساطه انه انا بروح بقسم البيانات انا عندي لترين وتست
بعمل فاليديشن، بحدد ايش البيست باراميتر، وبعد ما احدد هذول الشغلات وقيمت الموديل، ساعتها ممكن استخدم كلفه فوته ان صح التعبير في التريننج سيت او في الداتا سيت تبعتي، وبروح ببني عليها الموديل. فعشان هيك هنا بنينا على الاكس كابيتال والواي كابيتال بهذا الشكل. هيك احنا خلصنا لغايه هنا الاكسرسايز. فالان بدي اعمل فاين جرين هايبر باراميتر تونينج. فاين جرين انه انا بدي افصل اكثر في الرينج اللي هو حاطه. فروحت عملت ليست بتبدا من العشرة لغايه ال 500، وكل مره بزود 10. فشوفوا كيف شكلها، هي 10 20 30 40. مش احنا حكينا انه ال 100 افضل حاجه؟ تمام. رحت اخذت بدي اشوف الرينج من 100 من قبلي لغايه ال 500 بعدي، وبدي اشوف ايش افضل رينج انا عندي. ونفس الفكره رحت عملت ديكشنري، تمام، وكل مره بضيف بعمل انتري الكي والايرور تبعه اللي هو الماكس ليف نود والايرور تبعه كل مره، تمام. فطلع انا عندي الديكشنري هيو زي هيك، لما كان 10 كان الايرور هالقد، لما كان 20 كان الايرور هالقد، وهكذا، تمام. الان افضل حاجه انه احنا نطلع البيست ماكس ليف نود ايش بتساوي، المين للديكشنري ايش اسمه كان، وايش بدي باراميتر الثاني، كي بتساوي الديكشنري هذا دوت جيت بدون اقواس، يعني زي دالة الماب بالضبط، ونطبع هذا الكلام. هذه نوت وليست نوت، تمام. طلع انا عندي 70 اقل حاجه. نرسم هذا الكلام، ممكن نرسم هذا الكلام اندو، انه انا ايش اعمل، اروح استدعي هذا الكلام، انه استدعي import matplotlib as blt، تمام، وبروح بفرط. انا عندي ال L وهنا مقابلها انه L mean absolute error، وبروح بعمل بلوت لهي الشغلتين L وال L mean absolute error. يفترض انه best max leaf node وهنا ال best max leaf node. فهنا لاحظوا انه هذه شو بتعمل، اللي بتفرط لي اياها كليست بتكون بهذا الشكل، كيف عفوا بدي له هاي، صح مزبوط كلام. لوت جيت تمام. فهنا نفس الرسمة، نفس الكونسيبت تبع الاندر فيتنج والاوفر فيتنج، شكل الرسمة زي هيك، تمام. فانا عندي المنطقة هذه هي لأقل ايرور، هذا الكود حتلاقيه انه هو لزمنا بشكل كبير. الان نرسم الكود هذا الكلام، نكرر روين عند الديكشنري هذا اللي احنا عملناه تبع الريزولتس، ممكن نكرره هنا.
بس نديله الديكشنري هذا ونشوف شكل الرسمة كيف. تمام، احنا جربنا الخمسة والخمسين والمية، فالشكل تبعه زي هيك، نفس الكونسبت تبع اندر فيتنج وبعديها اوفر فيتنج. تمام، وبعديها الرسمة هذه رحنا اخذنا الرينج هذا لغاية الخمسمية. تمام، وفصلنا انه حطينا عشرات، هاي الرسمة تبعتها زي هيك. تمام، اجيت هو هذا البارامتر الوحيد اللي انا ممكن اعمل له تونينج؟ لا، بروح بطلع ايش في عندي. كمان في عندي المين سامبل سبليت من الديفولت 2. تمام، وهنا بحكي لي يا اما انتجر او فلوت. في حال كان فلوت معنى ذلك انه هو بيروح بياخذ فراكشن من الداتا سيت. يعني على سبيل المثال انه حط لي انه المينيموم سامبل سبليت انه اقل يعني عينه بعمل عليها سبليت في الـ في الـ في التري هذه انه على سبيل المثال 0.2 يعني 20% من البيانات، او بحط له مثلا 7 اكزامبلز فهنا حاطط انه باي ديفولت 2. طيب هنا في عندي باراميتر ثاني اللي هو الماكسيموم ديبث، ممكن برضه نعمل له باراميتر. الماكسيموم ديبث كيف بدنا نعمل له؟ هو هنا محطوط انه نان. ايش معنى هذا الكلام؟ انه حيضل يعمل اكسباند لغايه لما يخلصوا كل الاتريبيوتس. انا ايش ممكن اسوي؟ احط حد لهذا الموضوع، انه ابدا اقول انه الماكس ليف او الماكسيموم ديبث انه يكون مثلا اجرب 3 4 5 6 لغايه ال10 مثلا. تمام؟ طيب بدنا نفرق بين الماكس ليف نود والماكس ديبث، عارفين فرق بيناتهم؟ ايش الفرق؟ عمق الشجرة، عمق الشجرة يعني عدد المستويات، اما الليف نود اللي هو عدد النودز اللي في اخر مستوى. طب لو بدنا نعمل تونينج لتو باراميترز كيف اسوي؟ كيف؟ اثبت واحدة يعني ولا اعملهم بشكل منفصل؟ يعني اعمل لوب للماكس ليف نود واعمل لوب للماكس ديبث واقول انه البيست في هذه هالقد والبيست في هذه هالقد، بينفع؟ لا بالضبط. فكيف بدي اسوي؟ كيف بدنا نثبت واحدة ونعمل الثانية؟ كيف؟ نعمل نستد لوب، نعمل نستد لوب. تمام؟ نعملها؟ طيب نشوف كيف بدنا نعمل. الآن هاي هاي بدي أفتحها أنا عندي زي هيك وبدي أعمل منها فورك، بدي أعمل منها نسخة. كيف بعمل منها فورك؟ باخذ زي هيك وبحكي هنا copy and edit curl. تمام، وهنا بغير في الاسم اللي هو max leaf. خلص انه الطول تبع الاسم بس اوكي. في عندي هنا ليف نود زائد ديبث، بدنا نجرب التنتين. في ببساطة بروح ايش اعمل عند هذه المنطقة هاي. بدناش ال 500، خلينا نقول لغاية ال 300. وبدي احط الستيب، انا عندي 2
أو خلينا نقول 5 نقللها، ونعمل لستة ثانية max depth شيك اسم الباراميتر تمام، ونعمل الرينج تبعي نبدا من انه يكون في عندي مستويين لغايه يكون في عندي 7 مستويات وكل مره بزود واحد، وبالتالي هذا البارامتر ما فيش داعي اني امرره، او خلينا نقول لغايه 10 زي هيك تمام. وهنا بنروح بنقول for j in range len خلينا نبسط الكود اكثر، ما فيش داعي نستخدم الاندكس هنا، بقول in candidate max leaf nodes، وهنا بنقول i اسم الباراميتر بتساوي i. وهنا هذه الدالة بدنا نعيد تعريفها هنا، هاي نسميها version 2، نديها الماكس ليف نودز، ونديها كمان الماكس depth. كل max leaf nodes بتساوي i، و او هيك مباشرة، وهنا j تمام. هنا بنقول انه max depth بتساوي max depth. candidate max depth. وهذه منا نزيح نعمل entry في الديكشنري، دي عملها entry as tuple، يبقى هذا الكلام i و j بتساوي فاهمين حاجة؟ يعني طيب، وهنا بصير انا عندي البيست باراميترز نطبع هذا الكلام. اثنين وهنا
من وهي البلوت تبعه وهنا هذه ما لهاش لازمة نجرب طيب هذا الرينج بدنا نقلله عشان انه نبسط الامور تمام فبدي اقول لغايه 100 هيك ابسط الامور شويه عند 80 و 8 خلينا نطبع الايرور كل مرة print i و j mean absolute وبحكي عندي 80 و 8 80 أنا عندي 26000 في شيء أقل من هيك 26900 26500 في شيء أقل منه يفترض إنه طب هاي الفترة إنه زي الزجزاج فبالتالي إحنا ممكن نحدها لغاية 40 عشان توسع الفترة هذه عندي هنا لغاية 50 أوكي خمسة وأربعين ثمانية أوكي 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 وفي إشكالية في الرسمة هنا إنه القيمة تبعت الإكس أنا ممكن أضبطها هنا كيف؟ يا ممكن نسوي نون ماكس ليف نوت ديكت ديبث ديكت
هادي اوف الاي بتساوي، انا عملت هيك بس عشان الرسم. تمام، هذه ممكن نخليها بيست باراميتر، خمسة وأربعين وخمسة وأربعين، عفوا هذه جي. خمسة وأربعين وثمانين، هيك ممكن نرسم تو لاينز، فهذه حتصير نعمل كمان واحدة. دي بنقدمها فوق، وهنا دي كيف حاجة رسمهم لأن يعني الرينج تبعهم مش متقاطع، مينفعش يعني هذه بتبدأ من عند اتنين وتنتهي عند التسعة، وهذه بتبدأ من العشرة وفي خيار ان احنا نضيف ليبل تحت، بس اوكي بجيب لكم اياها وبشوف، يعني انه بجيب لكم الكود تبعها وبنشوف كيف يعني. خلينا نستمر، نروح للراندوم فورست. الراندوم فورست هنا بدي ارجع اذكركم انه في الماشين ليرنينج انه احنا خلصنا هاي الجزئية، تمام. احنا حكينا انه كلاسيكال ماشين ليرنينج خلصنا السوبرفايزد، اخذنا الكلاسيفيكيشن والريجريشن، اخذنا عدة الجوريثمز كي ان ان، نايف باي، سبورت فيكتور ماشين، ديسيجن تريز، وهنا انا عندي في الريجريشن اخذنا decision tree regressor، تمام. الان بدنا نتجه باتجاه الانسمبل ميثود. في الانسمبل ميثود انا في عندي مبدا، ايش هو المبدا هذا؟ انه هو الانسمبل يعني عباره عن مصطلح انه انا بجمع اكثر من موديل بهدف تحسين النتائج، بجمع اكثر من موديل بدمجهم مع بعض لتحسين النتائج، مش بيكون انا عندي موديل واحد او الجوريثم واحد، بستخدم اكثر من تكنيك. وانا في عندي هنا اسلوبين، اللي هما الستاكينج والباكينج. الـ
الستاكينج ايش معناته؟ انه انا واضح الرسمه انه انا عندي نفس البيانات تمام، بس ايش اللي بيختلف؟ بروح بستخدم different algorithms لبناء موديلز مختلفه تمام. هي استخدمت هنا KNN، هنا decision tree، هنا support vector machine عشان يعمل لي classification للفروتس هذه. فبالتالي الموديل الاول حكى لي انه هذه عنب، هذه بروكلي، هذه بروكلي، فبالتالي بروح في الكلاسيفيكيشن بعمل فوتنج بيناتهم. ايش الفوتنج؟ اثنين قالوا بروكلي وواحد قال عنب، يبقى الفاينل كلاس ليبل بروكلي. عشان هيك لازم يكون انا عندي المودلز عددها فردي، يعني 3 5، هذا في الكلاسيفيكيشن. اما في الريجريشن بروح ببني موديل، لنفترض انه هم نفس الالجوريثمز هذول، بس هذا قال على سبيل المثال سعر البيت 45، هذا قال 47، هذا قال 67. ف بروح باخذ الافرج، هذا الستاكينج. اما الطريقه الثانيه اللي هي باجينج، انه انا بروح بستخدم نفس الالجوريثم. هيو لاحظوا هنا انه هنا ديسيجن تري، هنا ديسيجن تري، هنا ديسيجن تري، بس ايش اللي بغيره؟ انه كل تري بروح بحط لها سامبل من الداتا سيت، مش كل الداتا سيت، باخذ عينه من الداتا سيت بديها للتري الاولى، باخذ عينه ثانيه مختلفه بديها للتري الثانيه، باخذ عينه ثالثه بديها للتري الثالثه تمام. وبطلع كل واحده كلاسيفيكيشن، هذه قالت تفاحه، هذه عنب، هذه عنب. بروح بستخدم نفس الاسلوب في الكلاسيفيكيشن، بعمل فوتنج، وفي الريجريشن بعمل الافرج تمام. يبقى هذه الميثود اسمها باجينج، والميثود اللي احنا بدنا ناخذها هنا هيو في هذا الدرس اسمها راندوم فورست، تيجي من ضمن الباجينج ميثود. يبقى الراندوم فورست ببساطه شديده جدا جدا هي عباره عن مجموعه من الديسيجن تريز، مجموعه من الشجرات او ديسيجن تريز بدنا نستخدمها مع بعض، اكيد انه هي حتحسن الاداء تمام. فخلينا بعد بريك حنشوف الراندوم فورست كيف بدنا نعملها ككود، لكن ككونسبت فهمنا شو معناه ديسيجن او راندوم فورست. بعد ما تعرفنا شو هي الراندوم فورست، ممكن بشكل مباشر نروح على ال احنا في الانترودكشن على الدرس او الاكسرسايز تبع الراندوم فورست. استخدامه سهل جدا تمام، انه from اسكيلر انسمبل، وشو صرنا عارفين شو معناه انسمبل، امبورت راندوم فورست ريجريسور. زي ما في انا عندي راندوم فورست ريجريسور، في عندي راندوم فورست كلاسيفاير، التنتين، هذه للريجريشن وهذه للكلاسيفيكيشن. شو البارامترز انا عندي؟ ممكن انه اشوفها في الدوكيومنتيشن. اول باراميتر اسمه number of estimators بتساوي 100، هذا الديفولت. number of estimators معناها عدد التريز اللي في الفورست هاي تمام، عدد التريز انه بيكون initially 100 تمام. في باراميترز ثانيه برضو، الماكس فيتشرز، ماكس ليف نود، برضو نفس الباراميترز انه ممكن احنا نعملها تونينج. فالان كيف 100 شجرة تمام، بعرف منها موديل فورست، موديل بتساوي راندوم فورست، بعرف منها اوبجكت. نفس الفكرة فيت بريدكت، وبطبع الايرور، قديش الايرور صار؟ 20000. قديش اخر مرة كان؟ 26000 بعد التونينج، بس قبل التونينج قديش كان؟ 29000. وبالتالي واضح جدا انه الانسمبل ميثودز انه هي بتستخدم اكثر من موديل بتحسن النتائج. مع التونينج حننزل اكثر، حننزل ل 16 وممكن ننزل ل 11 تمام. فالان ممكن انه انتم تجربوا هذا الاكسرسايز عشان
تستخدموا الراندوم فورست، حتلاقوا انه اكسرسايز على السريع انه انتم تستخدموه. طيب خليكم معي لو سمحتم، اخر درس في الانترودكشن تو ماشين ليرنينج اللي هي انه ادخل ماشين ليرنينج كومبيتيشن. زي ما ذكرنا لكم، خليكم معي لو سمحتم، زي ما ذكرنا لكم في البدايه انه الكاجل هي عباره عن منصه او بلاتفورم للديتا ساينس. ممكن ادخل لمنافسات اشوف ايش في كومبيتيشنز موجوده انا عندي، تمام. ممكن ادور على داتا سيت معينه، او ممكن اعمل نوت بوكس اكتب الكود تبعي. في بالاضافه لذلك الديسكشنز والكورسز، تمام. ديسكشنز انا في عندي كوميونتي كتير اكتيف هنا، انه مقسم انه على سبيل المثال انه هنا في الجيتنج ستارتس في الداتا سيت معين، لو انا في عندي سؤال في بالي كيف انا ممكن وين الاقي داتا سيت معينه، كيف اعمل كذا، تمام. وهنا بخصوص مصادر للتعلم، فهي الدسكشن. الآن نيجي للكومبيتيشنز. الكومبيتيشنز على سبيل المثال أنا في عندي هنا هذه الكومبيتيشن، بلاقي في الكومبيتيشن أنا عندي هاي الديسكريبشن تبعها، وهنا في الإيفالويشن. الايفالويشن بحكي لي انه ايش الطريقه اللي حيستخدمها في ايش المتريك اللي حيستخدمه في الايفالويشن. فهنا بحكي لي راح يستخدم روت مين سكويرد ايرور، بتصور انه مر علينا هذا. فبحكي لي انه انت يفترض انه انت تسلمني فايل بهذا الشكل، انه انت في انا عندي الاي دي بالاضافه للبريدكشن تبعتي اللي هو بريدكشن للتوتال نمبر اوف سيلز، تمام. طبعا هذه الكومبيتيشنز مبنيه انه على داتا سيت، هي بعطيني اياها، هي شكلها، تمام، مجموعه من الفايلز بحتاج ان انا اعملها جوين، وعشان اشارك انه اذا يعني اذا انت اول مره تفتح الكومبيتيشن هذه ثبت بظهر انا عندي في هذا الزر جوين للكومبيتيشن. بعد هيك انا خلاص انه انا جويند، فبالتالي بظهر انا عندي هنا انه ماي سبمشنز، انا لسه ما سلمتش ولا مره في هاي الكومبيتيشنز. كيف انه انا ادخل هاي الكومبيتيشنز؟ بروح على النوت بوكس وبقول نوت نيو نوت بوك بهذا الشكل، وببدا اكتب في الكود تبعي وبعمل ببني الموديل تبعي وبعمل بريدكشن وبروح بسلمه زي ما حنشوف احنا في هذا الاكسرسايز. يبقى في هذا الاكسرسايز ببساطه انه حيخليني انه اشارك في ماشين ليرنينج كومبيتيشن ويوريني ايش هي الخطوات اللي مفترض ان انا اسويها. طبعا اول سيل للسيت اب وايش عامل؟ محدد لي ايش هي الفيتشرز ومظبط لي الاكس والواي وكل هاي الامور، تمام، وراح حسب لي المين ابسوليوت ايرور للراندوم فورست تبعتي. تمام، فهنا بحكي لي انه انت جربت قبل هيك ثلاثه موديلز، انه هنا راح نعمل هنا ثلاثة موديلز. ايش الموديل الاول؟ هيو طلعوا عليه في الكود، هاي الموديل الاول، تمام. بعديها الموديل الثاني، وحط هنا ايش الماكس ليف نود، ثبتها 100. هنا في الموديل الاول ما اعطاش هذا البارامتر، هنا في الموديل الثاني حدد الماكس ليف نود 100. في الموديل الثالث كيف؟ استخدم راندوم فورست. يبقى الموديل الاول ديسيجن تري ريجريسور ديفولت باراميتر، والثاني حدد الماكس ليف نود، والثالث راندوم فورست. فبحكي لي هنا انه الديسيجن تري والماك بدون ما نحدد الماكس ليف نود انه حسبناها ديفولت كانت انليمتد، قديش الايرور فاكرين؟ 29000. حددنا الماكس ليف نود طلعت معي 27000، اقل
استخدمنا الراندوم فورست طلعت معي 21,000. اوكي، فهنا طالب مني انه في هذا احنا شغلنا في الماشين ليرنينج. ايش شغلي في الماشين ليرنينج؟ انه انا اجرب اكثر من موديل واحدد مين اللي بيجيب ايرور اقل وهو اللي اعتمده في النهايه. تمام، بقدرش اقول انه والله الالجوريثم الفلاني هو افضل او الموديل الفلاني هو افضل، لازم اجرب واقارن انه مين بيجيب انا عندي اقل ايرور بهاي الكيفيه وهو اللي اعتمده، وهذا اللي احنا بدنا نسويه في الكومبيتيشن هاي. تمام، فهنا بحكي لي انه اعمل راندوم فورست واستخدم النمبر اوف استيميتورز 100 زي هيك، واعمل بناء مش احنا انا عندي الراندوم فورست طلعت هي افضل موديل، بدنا نستخدم بدنا بالضبط على الفول داتا عشان نستغل كل البيانات بهذا الشكل، وبعديها بدنا نعمل بريدكشنز. لاحظوا انه البريدكشنز انا موجوده، انا عندي هنا الترين، تمام، هنا في البيانات، وفي هنا عندي التست. تمام، التست كم عمود؟ 80 عمود، والترين 81. شو معنى هذا الكلام؟ التارجت الواي مش موجود في التست. تمام، يبقى انا بدي اعمل تونينج للباراميتر، يفترض انه اخذ في من التريننج واروح اقسم منها جزء اجرب عليه. تمام، الان التست هذه الواي هو مخبيها عنده، بقدرش اشوفها عشان يعني ما تلعبش في الموديل تبعي. تمام، لانه لو كانت موجوده ايش بروح بسوي؟ بروح بعمل داتا فريم القيم تبعته هي نفس العمود هذا، بروح بسلمها بجيب 100%، هذا الكلام مش صحيح. فبالتالي التست داتا العمود تبع التست هو بخبيه عنده، بروح انا بسلمه البريدكشنز تبعتي وهو بقارن عنده، وبروح بقول لي انت جبت هالقد. تمام، في الكومبيتيشنز. اوكي، طيب على بناء على هذا الكلام، هي انا عندي التست داتا هي موجوده في ملف منفصل، بروح بقراها كداتا فريم. تمام، وبروح بتعامل مع نفس الفيتشرز. لاحظوا انه هنا حدد فيتشرز معينه يتعامل معها، هي هم 81 او 80 فيتشر، لا هو حدد حوالي 6 او 7 فيتشرز انه هو بده يتعامل معها. تمام، فيتعامل مع التست داتا مع نفس الفيتشرز بالضبط، فبالتالي حدد الاعمده. ما ينفعش انه انا اعمل دروب لروز، اعمده تحامل زي ما بدك واعمل بري بروسيس زي ما بدك. تمام، الان بروح بمرر هذه التست اكس، بمررها للموديل، بعمل بريدكت، بخزن البريدكشن، والبريدكشن تبعتي بدي اروح اخزنها في فايل عشان انا هذا اللي حصله. الفايل هذا كيف بدي اسوي؟ داتا فريم، بروح بعمل ديكشنري، من العمود الاول اسمه اي دي، من وين حجيبه؟ تست داتا دوت اي دي، لازم يكون نفس العمود هذا، نفس الداتا هذه اللي هو هيو 1461 1462، لازم يكون نفس الاي دي عشان لما يجي يقارن، عشان لما يجي يعمل ايفالويت يطلع لي نفس النتيجه. تمام، والعمود الثاني ايش اسمه؟ سيل برايز اللي هو الواي المفروض التارجت تبعي اللي بدي اعمل له بريدكشن، من وين حجيب القيم تبعته؟ من البريدكشنز اللي انا جبتها. تمام، بروح بكتب هذا الملف على السي اس في. هي خلصنا؟ لا لسه. بروح بعمل سيف وكوميت زي هيك. بروح بعمل فيو للسبميتد للكوميتد كيرنل، بروح بنزل هنا عند وين؟ عند جزئية الاوتبوت. ما دام انا في عندي رايت لفايل تطلع اذا عندي هذه الجزئية اللي هي الاوتبوت، لو ما عملتش رايت لفايل تظهرش عندي، بضغط عليها زي هيك هاي السبميشن، يا اما بعمل له داونلود. تمام، وبروح على الكومبيتيشن
هاي هاي كومبيتيشن فور ماشين ليرنينج، بروح على ماي سبمشنز وبروح بقول له انه انا بدي اعمل سبمشن جديد. عند عفوا سبميت بريدكشنز، تمام، بروح بعمل ابلود لهذا الفايل. هذه الطريقه الاولى. او الطريقه الثانيه الاسهل كمان مره، هنا بعد ما انا افتح على النوت بوك بعد السبمش بعد الكوميت، تمام، بروح على الاوتبوت، بروح بنزل هذا الملف اللي انا كتبته. هاي في الاي دي والسيل برايس، كل هاي السعر، هذا البيت، هذا هاي الاي دي تبعه، هاي السعر تبعه 120,000، هذا 154,000، وهكذا. بعمل له داونلود وبروح عند الكومبيتيشن، بروح على زر سبميت بريدكشنز وبروح هنا بعمل ابلود لهذا الفايل. هذه الطريقه الاولى. في طريقه ثانيه اسهل، انه بروح على الكوميتد كيرنل، تمام، بروح بضغط بس مجرد على در على على زر سبميت، هو لحاله بروح بيحول لي للكومبيتيشن، بحولني على الكومبيتيشن وبعمل سبميت للنتائج تبعتي، وبقول لي السكور تبعك هيو 21,000 بهذا الشكل، تمام. طبعا انا ممكن اشوف ترتيبي هنا في الليدر بورد، تمام، فممكن اعمل اضغط هنا جمب للبوزيشن تبعي، تمام، وين ترتيبي انا؟ هاي ترتيبي هيو. طبعا انا في طبعا السبمشن اللي انا عملته قبل شويه جاب 21,000 ايرور، بس انا كنت مشتغل شغل قبل هيك، قديش جاب؟ 14,000 الايرور، انا عندي 14,000. ممكن انه احنا نحسن على الموديل 14,000، بس الفكره الان انه احنا بدنا نعمل اول سبميت. فبدي اياكم الان انه انتم يعني تدخلوا على الكومبيتيشن، جاست انه انتم يعني تحددوا مين هو الموديل الافضل، تمام، والموديل الافضل هذا بتروحوا بتعملوا ترين على الفول داتا، تروحوا بتعملوا بريدكشن، تعملوا رايت للبريدكشن وتعملوا سبميت للنتيجه، تمام. طيب خليكم معايا، خليكم معايا لو سمحتم. لقيت الكلام هذا كله زي ما هو، في بالمناسبة هذا الكود أنا ممكن أعرف الفيرجن تبع الأسكي ليرن الموجودة على كاجل باستخدام هذا الكود. بكتب أسكي ليرن نقطة أندرسكور أندرسكور فيرجن أندرسكور أندرسكور، فبطلع عن عندي 23,1. ولو طلعت على الأسكي ليرن عشان أعرف، مرات أحيانا بتكون في عندي إشكالية في الفيرجن، فهي 23.023، فبالتالي هي آخر نسخة. أوكي؟ طيب الآن قبل هذا الكلام بروح هنا بعمل for i in range، أو ممكن أنا أعملكم هنا list، تشوفوا كيف شكل الرينج هذا، ببدأ عند 100 وبنتهي عند 1001. ليش حطيت 1001؟ لأنه بدي 1000 تكون included، وكل مرة بزود 100، تمام؟ ممكن عشان انه انتم النتيجة انه طلعت انا عندي اقل 1000، ممكن اعمل فاين تون واخلي انه الانكريمنت انا عندي 50، فبالتالي 100 150 200 250. فهي شكل الليست، هي احطها في جملة برنت ستيتمنت، هذا بس عشان تشوفوا كيف شكلها، بس هي 100 150 200 250. الان بدنا نعمل لوب على هاي، على هذا الرينج، تمام. وايش بدي اسوي؟ نفس ما هنا، ايش بدي اعمل؟ نفس الكلام هذا،
just like this. طبعا هنا دائما لما انا بجرب اكتر من باراميتر بثبت الراندوم ستيت، تمام؟ الراندوم ستيت بتساوي واحد، وبحط هنا نمبر او شو اسم الباراميتر؟ نعم استيميتور اسمه ان اندرسكور بتساوي i، والراندوم ستيت بتساوي واحد، تمام؟ بس زي هيك. بعد ما احدد مين البيست بعمل فيت للاكس والواي، لكن هنا بحسب ايرور على وين؟ على بالضبط بستخدم نفس التقسيمه تبعها. 21 21 بدي اعمل ستوب 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 ستوب. هنا بدي احط هنا انه بالضبط انه number of estimator بتساوي تمام، والفاليديشن وهنا بحط الاي لاحظوا انه الـ CPU utilization هنا ايوه 100%. كيف طلع معك انت 7000؟ انا عامل على الاكس والواي الفول داتا؟ طيب أقل حاجة من هدول 21000، كله 21000. بشوف هنا 8 8 9 9 8، يبقى 8 8 57، هنا 8 76، 8 55. في أقل منها؟ ما فيش، اللي هي عند ال 450، تمام؟ فبس مجرد انه هاي اغيرها واكتب 450 خلاص. هاي بعمل سبميت زي هيك، يبدو انه الحركة هذا فيه مش كتيرة، فممكن نجرب باراميتر تاني هو الماكس ليف نود. بينما هو شغال بدي اياكم ايش تسووا المرة الجاية، روحوا على الكومبيتيشنز هنا كومبيت، في عندكم من ضمن الكومبيتيشنز اللي هو تايتانيك ماشين ليرنينج فروم ديزاستر. ايش الفكره هنا؟ بروح بجيب لي كل الركاب تبع سفينه التايتانيك،
تمام، بناء على المواصفات تبعتهم، شو نوع التذكرة تبعتهم، شو العمر تبعهم، هل هو ميل ولا فيميل، وبدنا نعمل بريدكت هل هو سيرفايفد ولا لا، هل هو نجا ولا ما نجاش. فهذه الكومبيتيشن تعملوها وتيجوا المرة الجاية عاملينها، ايش رأيكم؟ اطلع ايه؟ ثواني بس اعمل سبميت. جاب لي 21,000. المرة اللي قبليها 21، هنا 21,000، هنا قال لي اياه 20,000. فممكن اجرب شغلة ثانية اللي هي الماكس ليف نوت. هاي الكود. عجيت بدي اعدل هذه. والماكس ليف نوت بدنا نبدا من قديش؟ من 3 لغاية قديش؟ الراندوم ستيت، عشان انه احنا بدنا نثبت عندنا مقارن شغلات مع بعض، فبروح بثبتها. لكن هنا في السبميت لما اجيت ما حطيتش راندوم ستيت، تمام؟ لكن هنا عشان انا بقارن شغلات مع بعض، فبدي انه يعني المقارنه انه تكون عادله، فبالتالي بثبت الراندوم ستيك. كله 22,000؟ انا عندي واحده بس 22,000. خلينا نجرب الماكس ليف نوت، بلكي جابت لنا شغله اقل. فنبدا عند الثلاثه لغايه قديش؟ 11، او خلينا نقول لغاية ال 20. وهنا بدل انه نحط النمبر في استيميتور انه احنا نثبتها، خليها ديفولت، وهنا نحط الماكس ليف نوت بتساوي اي. هنا بنحط الـ i بتساوي، نزل بس مش كيف؟ وقاعد بقل، هذا بيغريني انه انا ازودها اكثر. تمام، فبالتالي هنا ايش حسوي؟ ححط الستيب 2، وهنا ححط 200. خلينا نبدا من ال 50. بتقل
قاعد بيتذبذب. واحد وعشرين ألف تمنمية، في أقل من التمنمية. أربعة وخمسين، خمسين، سبعة وإيش؟ خمسة وعشرين، تمنمية وثلاثة، وين؟ هي أقل منها. منها بنحطها بالديكشنري. اوكي ماشي. مئة وستة وخمسين، كيف؟ أنا بعد ما سلمت 20,000 بده حيحط لك ترتيب، يعني أول تسليم حط يعني حيحطك في الآخر، بعديها بدك ترفعي حالك شوي. تمام؟ الفكرة في الموضوع هنا ما دام إنه الطريق سكرت من ناحية البراميترز، وهذا يعتبر أفضل ألجوريثم أخذناه لغاية الآن، لسه في أفضل منه بس أخذناه لغاية الآن راندوم فورست، فبدي أجرب في فيتشرز ثانية. ما دام سكرت الطريق من ناحية البراميترز مش قادر أجيب سكور أقل، بدي أروح أجرب من ناحية الفيتشرز. وهذه برضو مفتاح في موضوع التايتانيك، إنه أنت ممكن تجربي different features بتجيب لك نتائج مختلفة. أوكي؟ هي هذه أحط لكم إياها التايتانيك. Thank you.